أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من صدى الأسبوع وتشاهدون في هذه الحلقة. أسبوع حافل بمباركات ختام مؤتمر الحوار في المشهد اليمني الذي لم يخلو من بعض التعقيدات. أبناء الحديدة يشكون نهب أراضيهم والمعنيون يعترفون بالعجز عن فعل شيء. استدراج سائقي السيارات والدراجات لسرقتهم وقتلهم ظاهرة تفشت مؤخرا، نعيش قصة أحد الناجين منها. قسم شرطة دار سلم بأمانة العاصمة يلقي القبض على عصابة تقوم بصناعة الخمور. أمن محافظة إب يوقف عرس طفلة عمرها 8 سنوات. مختبر استثماري خاص في حرم المستشفى الجمهوري بصنعاء يخالف القوانين. قلعة رداع التاريخية تنهار على المساكن المجاورة والصمت سيد الموقف. في الغيضة بالمهرة مستشفى وحيد معداته من سبعينيات القرن الماضي ولا يقدم سوى الخدمات البسيطة. في حجة مديرية الشغادرة بلا خدمات ومدرسة ب3 فصول. من ثغر اليمن عدن قلعة صيرة تشكو الإهمال. كميات كبيرة من البرتقال المحلي في الأسواق والاستيراد لهذه الفاكهة لا يتوقف. تجاوز الشارع اليمني التساؤلات بشأن الحوار الوطني والتعقيدات المصاحبة حينها بإجابة صريحة تمثلت بنجاحه وختام فعاليته وشهد مباركة داخلية وخارجية في أسبوع لم يخلو من بعض التعقيدات في المشهد السياسي اليمني. منذ اللحظات الأولى لختام مؤتمر الحوار الوطني أعماله بحضور إقليمي ودولي جاء محفزا لتحفظ الحكمة اليمنية حقها في الحضور. تداعت الصحافة المحلية والخارجية على صيغ تساؤلية في المستقبل، هل من صحيح القول أن القوى السياسية وما اتصل بها من جيوب قبلية ومناطقية ودينية ملتزمة حقا في تنفيذ مخرجات الحوار؟ الحقيقة أن تساؤلات افتراضية بصيغ نعم أو لا على الطريقة المدرسية لا إجابة لها في الكراسات السياسية مخلوطة الأوراق. المهم انتهت الأسئلة التي كانت تتناهى من لسان الشارع اليمني إلى مسمعه حول مستقبل الحوار وحكايات المحطات العصيبة التي مر بها. الإجابات جاءت متوالية تباعا، كان آخرها تشكيل لجنتي صياغة الدستور وتحديد عدد الأقاليم. وعلى صعيد المواقف انعكس نجاح مؤتمر الحوار الوطني في أجواء احتفائية على الصعيد المحلي. ألعاب نارية أضاءت مساء ختام مؤتمر الحوار الوطني من المدن والتجمعات السكانية حتى الريفية منها. وفي مهرجانات كرنفالية وهذه حجة أضاف احتفاؤها بمهرجان خطابي وفني وفرقة موسيقية جابت شوارع المدينة. وعلى المحور الخارجي انهالت التبريكات والتهاني من أعلى هيئة دولية إلى ما دونها من دول ومنظمات. وفي مجلس الأمن وصلت إحاطة المبعوث الأممي جمال بن عمر قال فيها ثمة عرقلة ممنهجة للعملية السياسية في اليمن قد تغرق البلاد في الفوضى ما لم يتم إزالتها، متهما عناصر في النظام السابق. مجلس الأمن أكد استجابته لإحاطة بن عمر واعدا بتدابير عقابية لمعرقلي العملية السياسية في اليمن، لكن قرارا من هذا القبيل لم يساق حتى هذه اللحظة استجابة لتطلعات اليمنيين العاجلة والقلقة من تعقيدات تناسلت بخصوبة أثناء الحوار الوطني وحتى ختامه، كالمواجهات المسلحة القبلية المندلعة في عمران وتلك التي يصعب تسميتها في صعدة وما استنسخ منها في أرحب، عوضا عن الهبة الحضرمية وتداعياتها على مستوى الجنوب، وثمة فزعة مأربية وحراك في تهامة،
ومساعي التحشيد المضاد للحكومة وتململاته في العاصمة صنعاء، واغتيالات شبه يومية لعناصر الأمن والجيش. وهناك بداية لثقافة سياسية جديدة في اليمن، وما زال الوضع هشا، يقول جمال بن عمر من على منصة مجلس الأمن وفي منصة المراقبين ترجمة لوصف كهذا، مفادها أن معرقل الأمل أيضا هو أكبر المعرقلين. محمد النقيب لبرنامج صدى الأسبوع. تعد قضية الأراضي ونهبها في محافظة الحديدة من قبل متنفذين أبرز القضايا التي تؤرق أبناء المحافظة، حيث تم نهب مساحات شاسعة على مرأى ومسمع المعنيين الذين يعترفون بعجزهم عن فعل شيء. رغم كونها عروس البحر الأحمر بمينائها الحيوي وثروتيها السمكية والزراعية، لكنها تعيش وضعا لا يسر عدوا ولا صديق. إنها الحديدة، هذه المحافظة التي لم تحظى بنصيبها من التنمية ونصيب أبنائها من الحقوق والفرص، كما تحظى اليوم بنصيب الأسد في نهب أراضيها ممن يفترض بهم الحفاظ عليها، ليصدق المواطن حين قال حاميها حراميها. نهبوا الأراضي حقنا، بسطوا الأراضي حقنا، ولا خلوا لنا أي حاجة، تجيش تمسك عشرة في عشرة يقولون أنت حقنا وحق أبونا، من ورثلهم؟ إذا كان أعضاء مجلس النواب، إذا كان قادة عسكريين هم مسؤولين عن حماية البلد، عن حماية استقلال البلد، عن حماية أرواح الناس، وهم ينهبوا، وإحنا إيش نقدر نصلح؟ نحن دورنا نرفع مذكرات، دورنا نخاطب رئيس الجمهورية، دورنا نخاطب مجلس النواب، وهم مجلس النواب، دورنا نخاطب مجلس الوزراء، وفي وزراء نهابين، دورنا أنه نخاطب وزارة الداخلية بتقدرش تعمل حاجة. سيناريو النهب والبسط على أراضي الدولة والمواطنين ليس جديدا على اليمني أو اليمنيين، فكما حدث من قبل للجنوب يحدث اليوم للحديدة ولا يزال، ولكن الفرق بينهما أنه هناك كان بالتجزئة وهنا في تهامة بالجملة. قادة ألوية نهابين لأراضي تهامة، يستخدمون العسكر الذين ينتمون لهم بالبسط على أراضي الدولة وأراضي المواطن. هؤلاء كملوا أراضي الجنوب، أتوا ليحتلوا أراضي تهامة. هؤلاء نهابين أراضي، مش قادة ألوية، هؤلاء مافيا. ما حصل من نهب داخل الحديدة للأراضي أكثر مما هو في محافظة جنوبية. قاموا بثورة في داخل محافظة جنوبية عشان هذا الأرض، وهم أخذوا شوية حتى تقريبا نصف الأراضي اللي أخذت في داخل الحديدة وهبت، وبطرق وبأساليب مختلفة، بعضها بالقوة، قوة السلاح. وهؤلاء طبعا نافذين، قادة عسكريين، مشايخ معهم قبائل. ما أن تتم عملية البسط على الأراضي والتي تتجاوز أحيانا عشرات الكيلومترات في أرقى شوارع الحديدة، حتى يشرع ناهبوها ببيعها أو بنائها، وغالبا بتحويلها في ليلة وضحاها إلى مدن سكنية يعجز اللسان عن وصفها، في مشهد يعكس مدى العبث والفساد والظلم الذي لن يسكت عنه أبناء تهامة طويلا حد قولهم، قبل أن تطالهم ثورة غضبهم لاسترداد حقوقهم. محمد البطاح لبرنامج صدى الأسبوع. تزايدت حالات الاستدراج لسائقي سيارات الأجرة والدراجات النارية من قبل عصابات تأخذهم إلى أماكن نائية وتسلبهم مركباتهم وتقتلهم في كثير من الأحيان. في التقرير التالي نروي قصة أحد الناجين من تلك العمليات. قد يكون آخر مشوار أو التوصيلة الأخيرة لأحد الزبائن التي يقوم بها سائق دراجة نارية أو سيارة أجرة لانتشار ظاهرة سرقة المركبات والاعتداء على ملاكها. واقع أفرزه انفلات أمني متفاقم والتهاون مع اللصوص في نوع العقوبة ومدتها. فوليد سائق دراجة نارية استقلها اثنان من الركاب لإيصالهما إلى منطقة معزولة في حي وادي أحمد بأمانة العاصمة، وفي ظلمة الليل أرادوا سرقة دراجته وقبل ذلك سلب حياته. خرجت إلى البقالة إنهم لقوني اثنين أشخاص قالوا يا متر لو سمحت وصلنا إلى منطقة يعني إذا إلى بعد الشبك في وادي أحمد. وصلنا إلى المنطقة الخالية، منطقة خالية يعني، وما قد وصلنا إلى المنطقة المطلوبة حيث ما طلبوهم. قالوا وقف لنا يا متر هنا، إحنا ما عاد عني وصلك شلا هنا، خلاص إحنا عن نسافر من هنا. أنا وقفت
وبعد ما وقفت أنا يعني ما قلت يعني عاد أنا طفيت الموتور هكذا وهو شغال، وهم نزلوا مباشرة سريع الاثنين ومعاهم جرايد حديد أسياخ، باشروني بالضرب في رأسي من الوراء. في رأس وليد 18 جرحا ما بين طعنة بجنبية وضربة بحديد، وفي ظهره وصدره الكثير، ولولا صرخاته واستنجاده للساكنين حوله لكان في حكم الميت. حال ما أبصرت الضوء يقرب صلينا من تحت يعني قارة، عندما كنت أصيح لهم كنت أصيح يا صاحب الضوء الحق اتحرك اتحرك عاي يقتلوني، السرق عاي يقتلوني وبزوا علي المتر، تحركوا معاهم سيارة. أمس كان بهناك واحد عند الشبك مع المطر، وقف هناك وحمسنا الضوء حما وخمد، بعدها بنسمع له واحد بيصيح يا غارته غيروا علي، ما أدري نش بأي شيء المحصل، حملنا نغير عليه، ها لقينا اثنين بيضربوا واحد فوق المطر واحد ضارب له، وصاحب المطر شابح للأخ السارق والأرضي فلت له، فحملنا فهو حما بسرونا وهذا ثلثوا وكان الشي يحاول يهرب، فمحمى حملنا أنا وبي وأخوتي سعلذي خافوا وخمدوا بقعتهم، وصل بي بز جنابي يوم وهم رزيوا. شرطة المنطقة أكدت تفشي هذا النوع من الجرائم وتمكنها من القبض على الجناة بمساعدة المواطنين. بلغنا قال في واحد هناك بيصيح على أساس أنه ما هوش داري إيش الموضوع، يعني في البداية أنت قال له هناك وصل لقيهم بيضاربوا ما قدم شو، جاء على طول بلغ المركز، وكون المكان كان قريب من المركز أنت قلنا يعني خلال يمكن 5 دقائق بالطق، وصلنا لهناك حاولوا الفرار في البداية يشتوا يمشوا، حاصرناهم إحنا ومجموعة من المواطنين، الحمد لله سيطرنا على الجنة هذولا وضبطناهم الاثنين وهم موجودين. غياب الحراسة الليلية هي يعني زي ما تقول مؤثرة جدا علينا، بحيث أن العصابات يقوموا بنقل زي هذا الشخص المجني عليهم إلى المكان هذا، ليش؟ لأنه لا يوجد حراسة أمنية ولا يوجد زي ما تقول تتبعات. نحن لا نزرع الرعب في قلوب أرباب المركبات بقدر ما نعزز لديهم حاسة الحذر في وقت أصبحت الشرطة عاجزة حتى من أخذ حقها. إبراهيم الشرعبي، صدى الأسبوع. تمكن قسم شرطة دار السلم بالعاصمة صنعاء مطلع الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على عصابة صومالية مكونة من 3 نساء ورجل، وذلك في منزل اتخذوه معصرة للخمور في المنطقة. في دار السلم، في منطقة بعيدة تقريبا عن مرأى الناس واهتمامهم، أو هكذا ربما ما اعتقدنه عاصرات الخمور. اشتروا سكر، اشتروا خميرة، اشتروا زبيب، اشتروا أشياء كل يوم بددوا، يعني مش كل يوم، يعني ما بأسبوع مرة كل مرة كذا، يعني كتير ما نسلح. ما نعد باقي معاكم؟ ما بش باقي، أنا واحدة تانية وسافرت هي، هذا رجع مثله. تدخلوا البيت وتغلقوا على نفوسكم، ما تخرجوا لا تجاه المغرب الساعة 5 يوميا. أيوة تكلموا إيش في بنفسها صاحبة البيت تقول أجو أمس، ليش يقول كل؟ أيوة مشكلة. أنا حرام، ليش بتخدم على نفسها؟ واحدة تانية هذا كله كذب. تم إبلاغ قسم شرطة دار السلم بما يحدث داخل هذا المنزل الذي لوحظ فيه تحركات غريبة، فسارع من لحظته لمراقبة المكان حتى تم إلقاء القبض عليهن. بلغونا من القسم فانتقلنا إلى بقعة حيث مستاجرين المعصرة، فدخلنا احنا والمدير القسم وضابط البحث وكلهم الافراد، فوجدنا داخله المعصرة مع البراميل مع كل ما لقيته. الان ألقي القبض على عاصرات الخمور في معصرتهن وبحوزتهن 17 كيسا كانت جاهزة للبيع حد قولهن. ظاهرة انتشار صناعة الخمور في المنازل باتت ظاهرة تؤرق الأجهزة الأمنية، لا سيما في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد وغياب الوازع الديني. تم ضبط هذا العصابة لصناعة الترويج وبيع الخمر في نطاق المركز في حارة 22 مايو. طبعا بعد مراقبة وجهد لمدة أسبوعين وشكاوي من عاقل الحارة وبعض الساكنين،
تم انتقال لنا وجمع المعلومات والتحري عنها، ومن ثم تم ضبطهم متلبسين داخل حق الشنيط أكياس معباة من الخمر البلدي. ألقي القبض على عصيرات الخمور في معصرتهن وبحوزتهن 17 كيسا كانت جاهزة للبيع حد قولهن. ظاهرة انتشار صناعة الخمور في المنازل باتت ظاهرة تؤرق الأجهزة الأمنية، لا سيما في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد وغياب الوازع الديني. فرصة أن احنا نقدم أو نقول للمواطنين بالإبلاغ عن أي بيت مشبوه فيها أو مستاجر جديد، وخاصة عقال الحارات ومكاتب العقارات، بأن يبلغوا عن أي مستاجر أو شخص مشتبه فيه أو سيارة أو صاحب دراجة نارية أيا كان مشتبه فيه، من أجل ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة. مثل هذه الجريمة النكراء وغيرها كثر مثلها وأشنع، لم يتأخر قسم دار سلم من مزاولة عمله ليل نهار بحسب إمكانياته المتاحة، وهم بهذا يتمنون من الجهات المعنية بالأمر الاهتمام بتطوير مركزهم الذي يفتقر لأبسط الخدمات وهو الحريص على أمن الناس وسلامتهم. إشراق العطاب، صدى الأسبوع. أوقف الأمن بمحافظة إب زواج طفلة تبلغ الثامنة من عمرها على شاب 30، وذلك نتيجة طمع الوالد بالمال الذي يملكه العريس، ما استدعى أخوال الطفلة تقديم شكوى للجهات الأمنية التي أفشلت العرس. نظرات طفولية بريئة لهذه الطفلة العروس، نعم العروس، افتخار طفلة في الثامنة من عمرها، كان والدها يجهزها لكي تزف إلى شاب يكبرها بسنوات دون أن يراعي طفولتها وصغر سنها. فهنا في وادي قضاء بمحافظة إب كانت مراسم زواج افتخار قد بدأت، لكن أخوالها لم يجدوا من طريقة لإيقاف هذه الزيجة التي تنتهك براءة افتخار وقد تؤدي بها إلى ما لا يحمد عقبة، سوى تقديم بلاغ لتسجل هذه الواقعة كأول واقعة من نوعها يتم فيها الإبلاغ عن هكذا قضايا. هذه بنت أختي طفلة لا يرضى، القلوب لا تستطيع تحمل، طفل ما يستطيع يتحمل. ايش بيستطيع؟ الهدف انه يزوجيه طفله سن مبكر ما يرضي الله ولا رسوله ولا العالم. المفروض تحتج الناس جمعة، واي واحد عنده طفل هكذا لا يرضي مرته. العريس كبير شباب، المهم لا يجوز، عمره 8 سنوات. ترتجف القلوب، رجاء كل واحد يمسك نفسه، وهذه رسالة الشعب كامل. أنا أيضا خال البنت هذه، وبلغنا للحكومة حسب أمر الإسلام والدين المحمدي، والحكومة وأمرنا الوالد شيء عجوز أبي بالبيت عمره 100 عام، قال لا تفعلوا شيء محرك، بلغوا الحكومة، لقى الحكومة راضية في 6 حريقة. احنا الآن بلغنا الحكومة والحكومة أخذ إجراءاته جزاها الله خير. رجال الأمن باشروا التحرك إلى منزل الفتاة ليجدوا صوت الزفة يعلن عن عرس افتخار التي تجهل حقيقة الذي يجري. تبلغت الإدارة مساء أمس عن حصول عملية تزويج لطفلة عمرها 8 سنوات، تم جمع المعلومات ووجد أن فعلا أن الطفلة عمرها 8 سنوات. انتقلنا إلى البيت، وجد أن البيت مغلق عليها من الداخل مع والدتها، تم إفهامها والتحرك مع الأفراد بإفهامها بضرورة الخروج وأن هذه ظاهرة سيئة تسيء حتى للمجتمع، وبحمد الله تم إخراجها وتسليمها إلى خالها باعتباره ولي أمرها، وما زال الآن نواصل الطلب على ولي أمرها وكذلك الشخص الذي قام بالعقد لها. بعد التواصل مع الأخ مدير عام شرطة المحافظة وقمنا بعمل محاضر، وتم إيصال الأب وإيقافه لدينا، وتم أخذ أقواله، وتم أيضا استدعاء الأخ عدل القرية وشهود من أبناء المنطقة الذين فعلا صرحوا أكدوا أن هذا الأب يريد تزويج ابنته على رجل من يبلغ من 30 من عمره. افتخار لم تكن الضحية الأولى للزواج المبكر ولن تكون الأخيرة، طالما وأن ثنائي الجهل والفقر يجتمعان على قلوب الآباء وعقولهم، فهل سيعي الآباء المخاطر الصحية والنفسية لتزويج بناتهم في سن مبكرة؟ لبرنامج صدى الأسبوع، حنان طه العواضي، محافظة إب.
لقي الكتاب الخاص بالدكتور عبد الغني النصر الشميري إقبالا كبيرا من قبل الزائرين ودور النشر العربية والعالمية، وذلك في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة. الكتاب يحمل عنوان سياسة الإصلاح الأمريكية في المنطقة العربية بين القيم والمصالح. مع كل المتغيرات ورغم كل الظروف تثبت مصر أنها ولادة الفكر، عاشقة الأدب وحاضنة العرب، وهذا ما برز بشكل لافت من خلال الإقبال الكبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 45، والذي ضم أكثر من 750 دار نشر من 34 دولة عربية وأجنبية. برغم الإنترنت وبرغم وجود الكتاب الإلكتروني وبرغم وسائل الاتصال الحديثة، لكن ما زال الكتاب سلطته الحقيقية على القارئ. المعرض الذي يستمر حتى 4 فبراير حمل شعار الثقافة والهوية، شهد تميزا وإقبالا كبيرا على الجناح اليمني الذي شكل قفزة نوعية في المضمون رغم اقتصار التمثيل على جهتين فقط. فكان سياسة الإصلاحات الأمريكية في المنطقة العربية بين القيم والمصالح عنوانا تهافت عليه زوار المعرض لما فيه من ثرائب موضوعي وبعد سياسي وإسقاطات واقعية، شرح من خلالها الكاتب الدكتور عبد الغني الشميري واقع السياسة الأمريكية في التعامل مع الدول العربية. هذا الكتاب الإصلاح السياسي الأمريكي في المنطقة العربية أهم كتاب جريء على الإصلاح السياسي في المنطقة العربية. هو بيتضمن إشكالية الدين والثقافة في الاقتصاد المنطقة ومنهج الاستبداد، وفي عنده فقرة حلوة إصلاحات السياسية في موقع السياسي العربي، هي فقرة من أهم الفقرات اللي كانت بالكتاب. الكتاب بيجذبك لعدة نقاط مهمة كثير من الكتاب، وأهم كتاب هو أهم كمان فقرة حلوة ترويج الديمقراطية المثالية الواقعية. يعتبر كتاب سياسة الإصلاحات الأمريكية في المنطقة العربية بين القيم والمصالح من أخطر الكتب العربية لسنة 2014 لما يتضمنه من أولا تحديد المفاهيم السياسية في المنطقة، ثانيا العلاقة بين أمريكا ولماذا تخاف أمريكا من الإصلاحات العربية ولماذا تخاف أمريكا من الربيع العربي رغم أن لها اليد الكبرى في هذا الموضوع. المفكر القطري الكبير الدكتور محمد المسفر كانت مقدمته في الكتاب تعطي دلالة واضحة على أهميته وأهمية اقتنائه لما قدمه الكاتب الشميري من تجارب ومواقف في حقب زمنية مختلفة. الكتاب ده بيعتبر من أخطر الكتب، وهو المؤلف عبد الغني ناصر علي الشميري، وهو معروف بكتاباته على المستوى العربي والمؤسسة الثقافية في لبنان، يعني الكتاب غني بالمعلومات. أتمنى أن كل واحد يقراها لأنه يستفاد منها كثير قوي قوي قوي، لأن المعلومات خطيرة والظرف اللي بنعيش به خطير جدا، والوضع في اليمن خطير جدا، وفي مصر خطير، وفي كل الدول العربية الوضع خطير جدا. فلازم نقرأ الكتاب ده، عشان هو الكتاب ده يعني مفتاح ان احنا نفهم المفاهيم السياسية العصرية وعلاقة امريكا بينا ايه، وازاي نتعامل مع امريكا في الوضع الحالي ومستقبلا. اقبال كبير وعناوين ملفتة حواها معرض القاهرة الدولية 45 للكتاب، عزز المقولة السائدة أن الكتاب ما يزال المصدر الأول للمعلومات. محمود الحميدي، صدى الأسبوع. فاصل ونواصل ما تبقى في هذه الحلقة. مختبر استثماري خاص في حرم المستشفى الجمهوري بصنعاء يخالف القوانين. قلعة رداع التاريخية تنهار على المساكن المجاورة، والصمت سيد الموقف.